اليوم في بيان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان طرح ست محاور في البيان، وهذه المحاور أول محور عن الخطط الخمسية والاستراتيجيات، والمحور الثاني عن البحث العلمي والابتكار ومركز القبول الموحد، وعن التعليم العالي الخاص. وطبعا أصحاب السعادة أعضاء المجلس ناقشوا البيان في محاوره الستة، هذه أول شيء. وثانيا أيضا أصحاب السعادة ناقشوا حصر المشكلات اللي هم يتعرض لها الطلاب والطالبات التعليم العالي وأولياء الأمور والجامعات الكليات الخاصة. أيضا تم مناقشتها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وثالثا تم طرح اقتراحات لوزارة التعليم العالي. أهم شيء أعضاء المجلس طرحوه نقاط المهمة التي تم طرحها، وهي النقطة الأولى المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل، لأن حاليا لا يوجد مواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل. يدرس الطالب في الكلية والطالبة في الكليات والجامعات، ولكن عندما يتخرج لا يجد العمل المناسب، وكثير من الأحيان يكون بسبب عدم اكتسابه المهارة. أيضا الأعداد يعني غير متناسبة مع الاحتياجات، قد يكون في تخصص معين أكثر الأعداد، وتوجد تخصصات نادرة لا يجد سوق العمل من يعمل بها. هذا الموضوع. أيضا موضوع آخر، وهو موضوع قانون التعليم. فقانون التعليم أيضا تأخر، وطبعا ذكرت معاليها أن السبب وهو تغيير في هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. تغير الهيكل التنظيمي، وبالتالي مرة أخرى يعني يحتاج أن هذا قانون التعليم إلى إعادة صياغة على أساس أن المدخلات الجديدة في الهيكل التنظيمي.